بعد صلاة الظهر ودعاء القنوت، عقد الوقف السني ولجنة الفتوى من أئمة وخطباء ورجال الدين في كركوك مؤتمرهم الصحفي في جامع النور الكبير، حيث أصدروا بيانا مشتركا أدانوا من خلاله جرائم إرهابي داعش، مثمنين تضحيات قوات البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى، معلنين مساندتهم لإدارة ومجلس المحافظة. في هذا اليوم المبارك وفي بيت من بيوت الله المباركة اجتمع علماء كركوك ليقولوا لشعبنا العراقي عامة ولأهلنا في كركوك الحبيبة خاصة، إننا ما زلنا ولا زلنا بكل أطيافنا ومكوناتنا واتجاهاتنا كالجسد الواحد رغم المخاطر والمؤامرات التي تحاك ضدنا وعلينا، فالصعاب جعلتنا أكثر تماسكا وتعلقا ببعضنا. وكركوك بالنسبة لنا كانت وتكون أرضنا وماؤنا وحياتنا ومماتنا، ندافع عنها بأنفسنا وأموالنا وأرواحنا، ونقول بجمعنا هذا للذين يدافعون بأرواحهم ودمائهم عن كركوكنا الحبيب، وخاصة من قوات البيشمركة البطلة وقواتنا الأمنية وقوات الشرطة وكل من يدافع عن كركوك. نحن معكم قلبا وقالبا لنيل شرف المشاركة لمقاتلة الأعداء والمجرمين، والله على ما نقول شهيد. ونعلن دعمنا الكامل لإدارة محافظة كركوك الحكيمة ولمجلسها الموقر وكل العاملين فيها، ونقول لهم إن موقفكم موقفنا وقراركم قرارنا لما فيه عزة كركوك وأهلها وسلامتها وأمنها. شيخ الطريق الرفاعي بكركوك قال أن قوات البيشمركة أثبتت جدارتها وأنها القوى الوحيدة التي حمت كركوك ومكوناتها، مضيفا أن قوات البيشمركة والآسايش والقوات الأمنية الأخرى سند لكركوك وأهلها، متضرعا إلى الله عز وجل أن يسكن شهداءهم الجنة والشفاء العاجل لجرحاهم. قوات البيشمركة الذين يفدون بلادهم بدمائهم الزكية الطاهرة، الحصن الحصين لكركوك، هم رمز البسالة وعنوان البطولة، حمت أرض كركوك، حمت أرض كركوك عن مكونات كركوك، وبدون تمييز لولاهم لكانت مدينتنا بخطر. هم حققوا الأمن والأمان والاستقرار لكركوك. قوات البيشمركة دائما على أهبة الاستعداد للدفاع عن محافظتنا. لن ننسى يوما تضحيات وبطولات قوات البيشمركة عن كركوك، باتت تمثل جميع مكوناتها. إن دماء البيشمركة الطاهرة من شهداء وجرحى هي من حمت كركوك وأهلها من الإرهاب والإرهابيين. تحية إجلال وإكبار لهم ولقوات وشهداء الآسايش والشرطة الذين لهم دور فعال في أمن واستقرار وسلامة محافظتنا المتآخية. علماء ورجال الدين من الوقف السني في كركوك وجهوا رسالة بأنهم يقفون صفا واحدا مع قوات البيشمركة والآسايش البطلة في الدفاع عن كركوك وأهلها، ويجرمون الأعمال والأفعال المقيتة لعصابات داعش الإرهابية. هلغوت حسن، فضائية كركوك. في شأن آخر